طيب بالنسبة بقى لياميش رمضان 2024 في سلسلة محلات بيم، أنا شايفة إن معظم الحاجة من أبو عوف، يعني في عين الجمل الحصى أو اللي هو بقشره يعني من أبو عوف. العباوة دي وزنها 250 جرام، سعرها 52.5 جنيه. عين الجمل ب52.5 جنيه، الربع كيلو عين الجمل من أبو عوف برضو اللي هو المقشر. العبوة 150 جرام، سعرها 70.5 جنيه. 150 جرام، سعرها 70.5 جنيه. ده بالنسبة لعين الجمل. القشور 52.5، والمقشر 70. بالنسبة للقراصية، القراصية من أبو عوف برضو 200 جرام، سعرها 80 جنيه. اهي القراصنة من ابو عوف سعرها 80 جنيه. الزبيب من ابو عوف وزن العبوة ربع كيلو وسعرها 57.5 جنيه. ده الزبيب من ابو عوف برضو 57.5. البندق المقشر العبوة او الكيس 150 جرام ب92.5 جنيه. الكيس ده 150 جرام، سعره 92 جنيه. جوز هند من ابو عوف، العبوة دي وزنها ربع كيلو 250 جرام، سعرها 46.5 جنيه. جوز الهند الربع كيلو 46.5 جنيه. البندق الحصى 52.5 جنيه، وزن العبوة 250 جرام. 250 جرام البندق الحصى، سعره 52. المشمشية وزن الكيس ده 200 جرام، سعرها 105 جنيه. الكيس ربع كيلو من ابو عوف، سعره 105 جنيه. مشمشية رمضان. بالنسبة للوز اللي بقشره او بيقولوا عليه اللوز الحصى من ابو عوف، وزنه 250 جرام الكيس ده، سعره 52.5. اللوز 52.5، والبندق الحصى برضو 52.5. عامة هنلاقي الحاجات الحصى كلها نفس السعر. البندق واللوز نفس السعر 52.5، وزن العبوة 52.5 جنيه. اما اللوز المقشر وزن الكيس ده 150 جرام، سعره 79 جنيه من ابو عوف. اللوز المقشر 150 جرام ب79 جنيه، برضو من ابو عوف. الوزن اهو يا جماعة 150 جرام. طيب قمر الدين بتاع توليدو، طبعا ماركة توليدو ماركة معروفة. العبوة دي وزنها 250 جرام، سعرها 57.5 جنيه. قمر الدين، بس هو عارفين عامل زي البونبوني كده، مش اللي هو اللفة اهو. وزنها 250 جرام، سعرها 57.5. وبالنسبة للتين بتاع توليدو برضو 300 جرام، سعرها 97.5 جنيه. تين توليدو 300 جرام، 97.5 جنيه. البلح بقى فيه منه نوعين، في النوع اللي انتوا شايفينه ده كيلو سعره 20 جنيه، سعر البلح ده 20 اهو، مش عارفه بقى باين ولا لا. وفي النوع ده عامل 30 جنيه. الحرامين برضو كيلو عامل 30 جنيه.